ماذا؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا رحمة الله. جزاك الله بالخير. أهلا يا حبيبي. كيف حالك يا أخي؟ والله كويس الحمد لله. يا أخي دقيت علي مرتين أنت. يا شيخ أنا ما في سوي اتصال، هذا نفر كلام يشيل جوال. أنا من المسلمين. كله نفر هذا مسلم، يعني أنت بس مسلم. أنت اللي دقيت دق ومنحرك إن شاء الله. كيف كلام يا شيخ نفر أنت؟ الله أكبر عليك يا أخي. حرام لا انت يا حبيبي، حرام عليك انت. الله ياخذ عقلك ان شاء الله. ايش كلام عقلك يا عيب عليك، والله عيب. ان شاء الله انت على الناس دق ومنحرف ان شاء الله. والله انت نفر ما في كويس، ما في مضبوط انت. ها؟ ايش كلام ها؟ خلي ولي ها. الله يصيبك. ان شاء الله انت يصيبك ربنا يا شيخ. يا شيخ روح سوي كلام ثاني انت، انت ما في مضبوط انت، كل شويه ها؟ ايش كلام انت؟ ما في سلام، ما في كلام، ما في خير انت نفر، ما في كويس. كيف ما في كويس؟ ايش يبغى انت يا اخي؟ دقيت علي مرتين انت. يا حبيبي انا ما في سوي اتصال، كيف كلام انت كده؟ عليك انا من المسلمين. الله اكبر، كل نفرات مسلم يا اخي. انت اللي دقيت دق ومنحرك ان شاء الله. انت والله ما في مضبوط، انت نفر ما في كويس. يا حبيبي انا ما في اتصل، انت مجنون انت. الله ياخذ عقلك. ان شاء الله ربنا يشيل عقل انت يا شيخ، كلام فاضي ما في مضبوط انت. يا شيخ انت نهر حقك، ان شاء الله جهنم وبئس المصير. يلا رو ها، كل مره ها ها، رو يا شيخ. مصيبه انت يا مجنون يا تبان. لا تدق علينا، الله يصيب. شيل يا شيخ خلاص.